ان انا لانه ده برضو عايزين نطمن جمهور النادي الاهلي على كابتن وليد سليمان. تمام. هو جزع في الرباط الداخلي للركبه، محدش ينزل مكانه. طيب خلينا ناخد برضو كريم نطمن اكتر، كريم احمد من ملعب المباراه يطمننا اكتر على الاجواء هناك. كريم اتفضل. الو كريم، معانا يا شباب ولا لا؟ اتفضل يا كريم اتفضل. بجد تحيه ليك. كان سؤالك طبعا على وليد سليمان في المداخله الاولى، يمكن اتاكدنا من طبيب النادي الاهلي الدكتور خالد محمود عنده يمكن جزعه الرباط الداخلي للركبه، والصور ما كمان واضحه عليها جدا، الترسان اكيد او النجيل الصناعي مع المجهود، وكان تعرض لكدمه قويه جدا اكيد تابعناها كلنا، واضح جدا ان وليد كدمه مأثره عليه حتى وهو طالع كابتن اسلام لاوضه اللبس اللعيبه، ممكن مسنده لعيبه النادي الاهلي مع الطبيب ان شاء الله باذن الله نطمن عليه، لكن التشخيص الصحيح لوليد سليمان حتى هذه اللحظه هو جزء فيه الرباط اللي داخل الركبه، وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقه باذن الله ويعود وليد سليمان واحد من اللعيبه المميزين جدا وصاحب المجهود باذن الله، كل لعيبتنا في الاصابات وكل لعيب باذن الله تعود سريعا، لكن حتى هذه اللحظه وليد سليمان هي الاصابه الوحيده لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه. النسبه التقريبيه يعني هيقعد قد ايه تقريبا بعيدا عن الملعب يا كريم؟ والله ده كان سؤالي فعلا للدكتور خالد محمود، قال احنا لابد ان احنا نعمل اشعه اول ما نرجع طبعا للقاهره بناء عليها يتحدد، لكن واضح ان الركبه ورمه، فاكيد يمكن يعني من ثلاث اسابيع لشهر يعني طويله، لكن بالتحديد او التشخيص اللي احنا نقدر نرجو من الدكتور خالد محمود هيكون بعد الاشعه، وده اللي قال عليه حاولت اساله، هل هيقعد اسبوع، هل هيبقى في راحه، هل وليد هيعمل ايه، ما نقدرش نحدد بالظبط، لكن التشخيص المبدئي بالنسبه لنا او التشخيص اللي احنا قدرنا نوصل له هو جزء في رباط الداخلي الركبه، واكيد ان شاء الله باذن الله وليد ما ياخدش وقت كبير، الفرقه محتاجاه والفرقه محتاجه كل اللعيبه ان شاء الله كابتن اسلام خلال الفتره اللي جايه. كريم من الواضح ان هناك يعني انا اتكلمنا مع الاستاذ خالد ومع الكابتن سيد، من الواضح ان في حاله من الاطمئنان على شكل الفريق. يمكن بالتاكيد طبعا زي ما الاستاذ خالد الرمدالي عضو مجلس الاداره قال، عندنا اتفاقات جديده وعندنا مدير فني جديد وفي توليفه جديده جدا للانسجام مطلوب خلال الفتره اللي جايه، لكن عندنا ظروف كمان يا كابتن اسلام، انت تعلم كتير جدا الظروف اللي بتاثر على فريق النادي الاهلي، يعني يمكن اللعيبه لما بنتكلم معاها سواء شركه رامي بيقول احنا ما بنحبش كريم نتكلم على الظروف او نقول ان احنا عندنا اي غيابات او اي اصابات لعبتنا على قدر المسؤوليه، لكن فنيا انا كابتن اسلام انت واحد من نجوم النادي الاهلي تعلم جيدا لما يكون عدد كبير من اللاعبين وخاصه ثلاثه سترايكر خط الباك رايت احمد فتحي بس معالي مش متواجدين، عدد كبير جدا من اللعيبه مصابين، فاكيد الشكل العام مع اللعيبه في ظل الظروف والاجواء اللي احنا بنعيشها سواء في البطوله الافريقيه او في مباريات الدوري العام اللي بيشارك فيها النادي الاهلي وعنده نقص عدد كبير جدا، لا الفتره اللي جايه النادي الاهلي بالفعل قدر ان هو يعني انتقاصات مميزه، لعيبه تعلم قيمه قضيه النادي الاهلي، الفتره اللي جايه يعني اللعيبه ان شاء الله باذن الله وترفع للعيبه عندها ثقه ان خلاص النادي الاهلي قدر ان هو يستقر فنيا يستقر بالصفقات، الفتره اللي جايه ان شاء الله تكون مناصبنا كلها كابتن اسلام في الدوري في الكاس البطوله الافريقيه ان شاء الله، حاله اطمئنان وحاله راحه بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، انا بكلمك كمان دلوقتي لعيبه النادي الاهلي لسه هتتحرك من استاد 20 اغسطس بعد التامين اللي انا اكدت عليه، لان الجمهور كان متواجد بكثافه خارج الاستاد، اللعيبه دلوقتي في هذه اللحظات بتتحرك على اتوبيس فريق النادي الاهلي، كابتن وليد سليمان ايضا كمان زي ما اكدت لك وقلت لك مع الدكتور خالد محمود يعني مستني كده طالع على الباص، ان شاء الله يكون سليم وليد سليمان وكل اللعيبه باذن الله تكون سليمه حتى نعود الى القاهره كابتن حسين الشحات، ويعني كان من الممكن او في ناس بتتكلم ان هو لسه لم ينسجم تماما مع الفريق. هو ما كانش موفق النهارده الصراحه، يعني هو ما كانش موفق النهارده يعني ده اللي كان واضح، وحتى كابتن سيد بعد خلاص المداخله معاه بقول له حسين، قال لي حسين ما كانش موفق النهارده في المباراه، لكن لسه اللي جاي الراجل يعني اكدنا بكده، والراجل قال هو منسجم، خالد الراجل قال الراجل سأله بعد كده قال انا منسجم قبل ما اجي النادي الاهلي، لكن من الواضح ان هو كان في سوء توفيق معاه في المباراه دي، ان شاء الله باذن الله حسين وكل اللعيبه تتم العناصر المميزه جدا ان شاء الله باذن الله كل اللعيبه كابتن اسلام خلال الفتره اللي جايه على قلب رجل واحد، وباذن الله النادي الاهلي يعود لسلسله الانتصارات ومكانه الطبيعي في جدول الدوري العام وايضا في البطوله الافريقيه كابتن اسلام. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كريم على كل هذا المجهود، وان شاء الله لما توصلوا الاوتيل برضه نتكلمنا نطمن على وصول بعثة الفريق إلى فندق الإقامة. خلي بال حضراتكم برضو ومعانا نجوم كبار يقدروا يتكلموا معايا في هذا الموضوع،